السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الناس هادو اللي راهم يتكلموا، خاصة هادو الجدد كما سماهم فريد معطاوي البغبغاءات هادو اللي يعني وين كيما نقولوا حنا واجدة تاع يوتيوب، ساكن مخلعة تيسيب واحد ماناجير سابق يعيط له يعطيه معلومة مغالطة، يعطيك خاطش حنا نعرفوا ناس يعطونا معلومات يعني تخدمهم هما، بصح ما نهدرهاش، لازم تكون تخدم راسك، ماشي يعطيك معلومة لي هي معلومة مليحة تجيب معلومة باش تضرب طب 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 وتبان صح، بصح انت راك تخدم في السيد هذاك اللي عطاك ديك المعلومة، ما نخدمكش، لازم تصفي صفي، راك تهدر معاه حط طاب قارو، راك تهدر معاه لازم تفيق به وين هو باغي يديك، ماشي صحيح ده 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 ومن بعد راك تهدر معايا، انت راك مترشح راك تهدر معايا باش انا ندير لك حملة ولا ما ندير ما نزكي تا واحد انايا، اما غادي نشكر تا واحد، خاطش على بالي الانتماء تاعكم وعلى بالي عليها كيفاش جايين باش ترضوا مدرب وصايك، الهم تاعكم ترقد في الليل كيفاش نهدر مع المدرب، ماشي كيفاش نطور كرة القدم الجزائرية، كيفاش تدخل لافريك، نتوما همكم واحد وعارفين باللي فيها عهدة تاع عامين جايين باش تخدموا على الجاية ماشي على هذه، تما هذه عامين غادي تحوسوا غير كيفاش ترضوا المدرب ويرضى عليكم ومحرز يماركي بنت زوج ايا وانتوما تبانوا في المنصة الشرفية ومن بعد تبانوا مع المدرب ومن بعد تبانوا تدخلوا عند اللعابة تهضروا معاهم، يعني ما غاديش يرضى عليكم، لازم ترضى باش هذا المدرب يرضى عليكم، لازم تمشي المشروع تاع زاتشي، خاطش هو الصديق تاعو الوحيد زاتشي، تجي ما تجيش تخدمو تولي طابي قدامو والله ما يستعرب بيك، يستعرب بيك غادي كي تمشي المشروع تاع زاتشي، ومكاش لي يرقب بيحل الكونترا شحال يخلص، تطرد يديروا مهزله كيما داروا مهزله كوب دافريك، يخرجوا بنقطه والله ما على بالهم بالشعب، خاطش ناس داروا كوبلون في الكوب دافريك والمهزله واللعابه رايحين وحدهم للخارج رايحين يعني، ودير منه ودير منه ومهازل، علاش باش يطردوا، ما قالوش ان شاء الله، قال لك حنايا كوب دافريك نستغلو نخرجوا بنقطه، نخرجوا بمهزله ماشي بنقطه، نخرجوا مهزله دق تقولها والديها في كي نروحوا للجزائر نحصلوا في الشارف الدين عماره، من بعد نوخروا الشارف الدين عماره يجي زاتشي وميجي زاتشي ايا سايك نروحوا لكوب ديموند، وما قالوش ان شاء الله، ما قالوش ان شاء الله، ان شاء الله مكاش هذه هي، ما تخدمش المشروع تاع زاتشي، تكشف اي ملف تكشف نتوما، انا راني ننصح في هادو لهم جاي كي زبزاف كي سرع بيتا كل الكسره كل الكسره واسكت، اشبع التصاوير اشبع تحواس وبلا فمك، خاص تهدر تطلع ملف تطلعه للوزاره يضعفوك يضعفوك نورمال خويا، حرز روحك، راه بدا لكم تصاوير شحال من خطره، يعني التربص في سيدي موسى المدرب، انت تسمع باللي اللعابه ميتين سيدي موسى تيدير لك المدرب قاعد في اكاديميه مع زاتشي، الواحد انت وسهم، حنا نعرفوا الاسباب لماذا ابعد الحاج محمد روروا متالي، يعني عرفوا شا كاين، خاص كاين خلطة كبيرة
في الملفات، وكاين ملفات سريه وملفات خطيره، ناس خافت على روحها تنكشف امام الشعب الجزائري. خاطش الحاج كان غادي يجي ما كانش يعطي ديك لاصوم تاع 232 الف في الشهر، ما كانش غادي يمدها الحاج، ما يمدهاش هذيك. الحاج كان ما يمدش الدراهم قدام لا تلعب كوب دافريك، كان الحاج يتهم بلي مشي حتى تكاليفي تفوت الدوزيام تلعب تروا مات، تلعب شحال كاين سي مات، تلعبو سي مات تدو فيهم الدراهم قدام لا تلعب. الحاج كان ينيغوسي، كان يعطي لي بريم، لي بريم تاع كي تفوت دوزيام تور شحال تدي، كارديو فينال شحال تدي، دومي فينال شحال تدي، فينال شحال تدي، ويلا جبت كوب دافريك شحال تدي جلوبال. كان ينيغوسي كيما، خاطش ما نسمعوش الواحد ذاك الغايط راه يهضر قال لهم بلي فايد كان يدي 100 ألف في الشهر، ما تكذبش. ما فهمناش كيفاش تكذبوا من اجل باش تبرئوا ناس، اودي لا راك غلطه. فايد فايد مشي، انا نقولها لك بصح هضروها ناس كانوا اعداء تاع الحاج في النهار، روح عاودوا ولوا وين دلو كيما ولا يدلو اني عاقل ولا يدلو كيما هكا. فايد طرداتو الكوت ديفوار، جبنا حنايا تعطي 35 ألف أورو، تعطي 35 ألف أورو فايد تاع 35 ألف، فايد 35 أورو كانت خالعتهم. اليوم 232 ألف أورو مشي خالعتهم نورمال عادي، وكي تهدر يقولك هاولي خونو راهم في الحبس، راهم في الحبس خونو، راهم في الحبس، هذه هي خونو راهم في الحبس. 1200 مليار، كان اللي يقولك هذه مش تاع الحاج، على بالنا الحاج إطار خدم خدمتو، خلى صوالح الناس صوالح الدولة خلاهم على جهة وخلاو. واليوم اللي داوهم الدراهم تاع والديهم خلاوهم لهم، اللي داو الدراهم كملوا الدراهم في الاتحادية. صح انت تجي تقول لي باللي الدراهم اللي خلاهم الحاج ماشي تاعو تاع الدولة، صح راني معاك، ماشي دراهم تاع الحاج، ماشي دراهم تاع الحاج تاع الدولة. واللي جاو كملوهم علاه؟ والديهم كانوا مخلينهم لهم وراثة، كانوا مخلينهم في البنكة، راحوا داروا هكا كيقولوا داروا فريضة وخرجوهم تاوعهم، مش تاوعهم تاع الدولة. وكيف كملوا؟ شو كيفاش؟ جوج تغلطونا، شوف الكذب اكذبوا بصح نهار اللي تبان الحقيقة نتوما الوالا اللي دوروا وتولوا تهضروا في هذه الهضرة كما كنا نقول لكم النهار الأول، يا جماعة لازم لنا ضخ دماء جديدة وليدو دونو كيما هكا، لا شيخ القبيلة ما تزيدش فيها. من بعد اليوم راكم تقولوا ضخ دماء جديدة، كوغي يجي عوار ويجي منا يجي منا، عاد جيبوا لهم أعطوهم نساكم يجوا. ليعلم كل من وقف ضد ترشح السيد الحاج محمد روراوة أنهم بهذه فعلتهم ارتكبوا خطأ فادح ستكون عواقبه وخيمة على مسار المنتخب الوطني في المنافسات القادمة، وكذلك على الأندية الجزائرية المشاركة في منافسات القارية. وخير دليل على ذلك المراسلة الأخيرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بشأن دفتر الشروط الذي يجب أن يستوفي في النوادي الجزائرية المشاركة في منافسات القارية، ومن ضمن هذه الشروط عدم وجود ديون للفريق المشاركة يعني في منافسات الإفريقية، وضمان اجتماعي ووضعية ضريبة لكل فريق. البداية من الموسم المقبل سيبدأ يعني الأعضاء وحلفاء لقجة في الكاف بتطبيق دفتر الشروط وبكل صرامة على الأندية الجزائرية. وفي الأخير سؤال، من وقف ضد ترشح السيد الحاج محمد روروة كيف سيواجهون الجماهير الرياضية إذ التفت يعني وإن تمت معاقبة الأندية الجزائرية وتعرض المنتخب الوطني إلى ظلم تحكيمي؟ خرجوا تبكوا، روحوا للفيفا، أنا أقول لكم روحوا للفيفا
وديروا التصاوير وعايلوا قاسامة، دبروا قاسامة، دبروا يعني دبروا أي واحد هكا يجيكم هكا دبروه عايلوا كلش. انتوما ساجين في الصوالح تبغوا الاغتصاب ومن بعد تخرجوا بالجهر، تتجهروا بأنكم مغتصبين. هذه هي، ما عندكمش انتوما الوجه اللي تحشموا عليه، ما كاش، ما عندكمش حاجة تحشموا بها. نورمال يغتصبوكم ومن بعد خرجوا جهرا هضروا بالاغتصاب اللي راه مغتصبوكم.